بهاك الحين كان بني يعقوب يتهولون ان اللي يجري لهم من الذل، ودعواتهم لله كانت تكثر يوم ورا يوم من ورا الظلم اللي كانوا به. وسمع الله سبحانه وتعالى دعاهم ورد عليهم، انه وده فكهم حسب العهد اللي بينه وبين سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب. بوقته كان سيدنا موسى يسرح بحلال عمه حول طور سينا، وطلع له ملاك بلها بنار بوسط شجرة عليق. وش الرواز؟ وش اللي يصير؟ أنا شايف الشجرة كلها نار لكن ما هي تحترق. أنا ليه ما قرب وأشوف الشيء هذا اللي عمره ما شفته؟ يوم قرب سيدنا موسى من الشجرة سمع واحد ينادي عليه من وسط الشجرة: يا موسى يا موسى. لبيك. وحال والله سبحانه وتعالى: لا تقرب للشجرة، إيش لحن عالك؟ ترى المكان اللي انت به مقدس، أنا رب جدودك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يا ويلي، أنا ليه مغطي وجهي؟ الله يكون هان. وغطى سيدنا موسى وجهه لأنه كان يهاب من محضر الله سبحانه وتعالى، وقال الله لسيدنا موسى: يا موسى، أنا شايف إن أمتي اللي بمصر تعذبوا كثير، وسمعتهم هم يترجونه من ظلم اللي استعبدوهم، وأنا ترانا حلهم، مشان هيك تراني رايح أفكهم من المصريين، ورايح أطلعهم من هالبلاد ووديهم على بلاد واسعة وزينة ومخصبة كلها لبن وعسل، ورايح أسوي لهم مثل ما وعدت أهلهم الأولين. هالساعة قوم وروح لفرعون مشان تفك أمتي من المصريين وتطلعهم من مصر. لكن سيدنا موسى وش قال؟ يا رب، وش إنهم؟ أنا اللي أروح على فرعون؟ وشلون ودي أطلع بني يعقوب من مصر؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال له: ترى أنا رايح أكون معك، وهذا أكبر دليل على أن أنا أرسلتك. عقب وقت ما هو بطي كلكم رايحين تعبدوني بهالجبل هذا عقب ما تطلعون من مصر.